قبل المقلوبه وبتوبس بدأس جاء ببالي سؤال، هل الرسائل هاي فيها لها هدف معين ولا بس مجرد انك تضحك الناس؟ يعني هاي رسالة كل يوم تعملها على السوشيال ميديا؟ اكيد في رسائل توعويه مثلا، رسائل اكيد بتوعي المتابع، اكيد فيها هدف. تمام، فيها هدف وفيها يا سيدي نروح على المقلوبه. قصه المقلوبه انت بدك اياها احمد. أوكي. انا شفت الفيديو المقلوبه، بس بدي اعرف شو قصه المقلوبه عشان انا بحب كثير المقلوبه. كيف بدي احكي لك؟ انا صار لي تقريبا 9 اشهر 8 اشهر 7 اشهر شيء زي هيك. ايوه شيء مثل هيك، مش ذاكر بالضبط، مش مشكله. شيء مثل هيك. طبعا احنا على الهواء. قسم بالله على الهواء، قسم بالله. عبد الله بدي احيي اهلي اصحابي اصحابي هسه بسال وياه امور تمام. ايوه عمر ابريان كمان يا احمد. هون خلص لا الكاميرا هاي حي عليها. كمان هون بنحيي هون هون دمرتنا مخرجة بتول. ايوه اوكي، بخصوص قصه المقلوبه، فجاه كان في حظر قبل فتره. كان في حظر، الحظر اللي احنا بدايه الحظر بدايه كورونا. نعم. كنا عند صديق لنا اسمه مجدي التميمي، طبعا بوجه له رساله وتحيه لاخوي مجدي. كان جبتهم كلهم معك؟ ما الحظر كنت بدي اجيبه يعني صفته هلكتنا. طيب انا كنا عند كنت عند اصحابي. ايوه. فجاه واحده رحنا عند صاحب ثاني. امير. كنا جوعانين، ويومها ما كان في سيارات انك تمشي يعني جوا السياره، انك توقف يومها كان ممنوع السيارات تمشي في الشوارع. المهم رحنا وصلنا بيت صاحبنا وجوعانين احنا الثلاث. بدق الباب، دق دق، طلع صاحبي اللي بقول له امك شو طابخه؟ والله قبل ما اقول له مرحبا، وهي الفيديو اللي شفته قبل شوي على التلفزيون. طيب قلت له امك شو طابخه؟ وكلي بلاش تسمعك امي. لا اخوك 100 كف، كيف تقول له؟ لا ما هو فتح الباب صاحبي، هو فتح الباب صار الموضوع ثاني ناخذ عليه يعني. مش مشكله هيك هيك سامح لك. المهم بقول امك شو طابخه؟ احنا جوعانين يعني، راي صاحبي بقول امك شو طابخه؟ بقول لي بلاش تسمعك امي. قلت له شو تسمعك امك؟ قلبت الكاميرا، انا كنت اصور فيديو عفوي فعليا، قلبت الكاميرا مثل هيك بدي اجرب صوتي. امه كان في المطبخ، بدي اجرب صوتي اذا امه ترد علي ولا لا. وانا بقولها احلى تحيه لخالتي ام امير. اهلا خالته، ردت علي اهلا خالته. إيه؟ كيفك يا خالتي ام امير؟ اخذت واعطت معي هي. فانا حلو. قلت هسه هون بدي اسالها انه هي شو طابخه. قلت لها خالتي ام امير انت شو طابخه؟ وانا بتقولي مقلوبه. انا والشباب معي قلتهم يا سعد الله يا سعد، يعني خلص اخذنا دق هون، اخذنا بس منه رحنا ناكل مقلوبه. مش هذا المهم، المقلوبه على باذنجان ولا زهره؟ باذنجان وزهره وفستق وسلطه. الزهره مشان اهم شيء الزهره. الزهره مشان لا احنا بنعطيها بالله عليك موت على الزهره. وهي قصه المقلوبه طلعت، صرنا نعملها بسكتشات يعني، في لها سكتش قريبا حلو ومرتب مجهزينها. طيب في سؤال، في اتصال، ساعد المتصل مشان ربه جاهز. انا جاهز. يلا قول الو. الو اقول لك انت المذيع والمنظف. يلا هاي كاميرتك. اوكي الو. الو اهلا وسهلا. لويش انا هالطول من هلا سحابه. ايوه مين؟ احنا بنحبك كثير 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 واحنا اكثر. طب كيف صحتك؟ امورك مين معي؟ الحمد لله من متابعينك من الانستغرام وعلى التيك توك وعلى كل اماكن. وين الصوت؟ والله وين راح؟ هم صوتين شكله هو نفسه الشاب بس بقلب اصوات. انا عندي مواهب كثير بيتابعوني. فكل واحد بيقلب فيهم موهبه. اوكي شو اسمك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. نتعرف عليك. رامز. اهلا وسهلا يا اخوي رامز. من وين بتتابعنا؟ رامز عقله طاير. عرفت لا اديله رامز. من وين بتتابعنا؟ من عمان. والله والنعم منك يا حبيبي. الله يسعد قلبك. شو بتحب تسالني تحكي لي؟ طيب في سؤال، خليه يعرف الصوره. طب الصوره هسه بنجيب لك، هسه نلزقها. اعطونا الصوره خلينا نشوف الصوره. خلينا نشوف. يلا رامز شد حالك خل ربحك. اكيد. هاي الصورة موجودة، هاي الصورة موجودة يا رامز. هذا فنان او فنانة على ما يدور فنانة؟ من هذه الصورة؟ ايش؟ هاي الصورة مبين. مش مبين عندي. مبين احنا عندنا بس تليفون. شو؟ هيا لحظة. مش مبين عندنا. هي ممثلة سورية مثلت في صبايا. يا رامز. مبارك. ايش؟ مين؟ مين؟ مبارك. مبارك. ايش مبارك؟ لا مش مبارك، مبروك. صح؟ مش صبا مبارك، مش صبا مبارك. لا 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 احنا مش شغال عندنا البث عشان احنا القناه. مش شايفينها، ساعدونا شوي، احنا العيله كلنا مهمومين بنحضر. ببلش حرفها، ببلش حرف الاسم. ايوه بحرف الكاف. صحيح؟ أيوة. شكلك سامع الايربيس؟
لا انا بعرف عادي تعدلنا اياه لانه مش البث مش شغال عندنا كويس. طب مش شغال احنا شو ذنبنا؟ خلاص كي كمل كين كانك كين كين مش ايش السؤال؟ ايش السؤال؟ السؤال بيحكي لك الصوره اللي على التلفزيون. مين هاي الممثل اللي عندك؟ اعطينا اسمها. ايش الاسامي اللي عندكم؟ مش شغال. ما في اسامي. استنى شوي استنى اقول له خيارات. خوله وعلا وكندا. وكندا كندا كندا واحد زفونه. بعد ما قلت لك يا زلمه تقول لي كندا. انت رقم الدابة ربحت معانا. ايش الربح؟ هاي الصوره شايفه بنت حشمه ما شاء الله عليها. الله لا يندهها يا رب. ما شاء الله الله يجوزك واحده مثلها. يلا لا متجوز. انت متجوز؟ طيب شو يختار اي لون؟ قول شو تختار. ايش تختار اي لون؟ احمر. احمر احمر راح اصفر راح. ولا نهدي أحضر. ولا كحلي؟ لا انت عشان لابس كحلي. كحلي كحلي نيه. ما اللي تحتي اللي تحت. لا الكحلي برضه اللي تحت اللي تحت. اللي تحته مشيها. طب يلا اللي تحته خلاص مو انت عليك. النهدي 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 اعتبره كحلي. واعتبره كحلي يا سيدي على قولك. ولا يهمك. قيمة الجائزة 300 دينار تقريبا. اسعد دينك اي شربك. دقيقه دقيقه خذ واعطي. قسيمه بنزين. اوكي قسيمه هي مكتوب. اوكي يا ابو جابر تعرف تقرا احمد؟ شفت وديله. انا من وانا صغير وانا بحضن امي تعلمت القراءه والكتابه قبل ما يفوتون البستان والروضه. اقرا يا رجل الزلمات على التليفون. قسيمه بنزين بقيمه 20 دينار من جو بترول. شو بدنا في البنزين يا زلمه؟ خلص هاي مني لك. جلسة تنظيف وتلميع. وجابر لازم تغير لنا في السيارة. طب خد انت خد شوف ايه شيء كمان لإلك. تستعجلش على رزقتك. اكيد. جلسة تنظيف وتلميع للأسنان. ركز أسنانك. حطك وين قبل السنة مش مبين. يا سيدي لا حدا من عيلتك من اخوانك. بده تظبيط. لا بده تظبيط وظبطه. اوكي من عيادة الدكتور احمد فوزي عبده. خصم بقيمة 50% من شركة أعمالكم للخدمات اللوجستية مزبوط. على جميع الدبلومات. الله 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 زكفوله. اديها اديها يا ابو جابر. تمام تمام جابر. تعال قعد محلي. تعال قعد محلي وخلنا نخلص نروح. لا معانا اتصال. الو مساء الخير. الو الو مساء الخير. الو مساء الخير يا سيدي. مساء النور. يا مرحبا نتعرف عليك. رائد الرسام والنعم بأهل إربد كلهم. الله يسعد قلبك. كيف حالك؟ الله يسعدك. عارف المسابقة يا أبو الروسان؟ إيش هو؟ عارف المسابقة؟ عارفها. طيب يلا خلينا نشوف الصورة ويا ريت إنك تعرفها بدون غش بدون ما نغششك إحنا. شو رأيك؟ لا حبيبنا حبيبنا أبو الجابر إلا ما يغششنا. أها. خلاص أنا معك وبظهرك توكل على الله. هاي الصورة موجودة الصورة. طيب يلا. الصورة موجودة. أشوف. عرفتها ولا ما عرفتها؟ طب مش مبين الصورة. بعطيك ثلاث خيارات. ممثلة لبنانية. بعطيك ثلاث خيارات. يلا ماشي تمون. هديل. تمام. روان. علا. لا مش بيننا. بتول. ولا واحدة. ولا واحدة. شاف سيدي الرابعة. بده غششك. والرابعة نديل. شو؟ أسامة وينك؟ معنا؟ جابر. يا حبيب. يا حبيبي احنا متصلين عشانك فلازم انت تربحنا. ما احنا بدنا نربحك. اعرف يا رجل اعرفها ابشر. طيب اعيد لك اياها؟ يلا عيد. هديل رهف بتول نادين. نادين وحش. وحش ولك طلع لوزك خلص. طب ما انا شديت عشان يعرف. حبيبنا يا ابو الجابر. طيب هاي الصوره موجوده. شايف اللي بدوز معكم احبكم. هاي الصوره موجوده معك ابو الروسان. هيا نادين ما شاء الله عليها كمان وهي ممثله لبنانيه. الله يجوزك واحده شبهها. ماذا تختار من الصناديق يا الروسان؟ اي لون؟ انا باخذ على ذوق ابو الجابر. اللون الابيض. انت قضيت ابو الجابر. الله يبيض الله يبيض. طيب رايك اللون الازرق. خلص يعني. الازرق اللي بدك اياه يا رجاله. خلص تمام. طيب.
يومي يومي في إشي زاكي. قيمة الجائزة ب 250 دينار تقريبا. تذكرة ركز. يلا معك. تذكرة سفر ذهاب وإياب إلى العقبة مقدمة من شركة جت، بنوجه لهم الشكر. يا سلام. قسيمة شرائية من فرنس كيك الكائن في شارع عبد الله غوشة قرب مجمع جبر التجاري بقيمة 15 دينار. الله الله. قسيمة بنزين بقيمة 20 دينار من شركة جو بترول. يا كله هذا عشان حبيبنا ابو جابر. بالضبط عشان ابو جابر، احنا شفافين انا وياك. شايفنا يا اخوي ابو جابر، استمر يا اخوي. ابو رسان ولا جائزه، ملغيه الجائزه. مبروك ابو رسان، تحياتي لك. صديقنا ابو جابر تفضل. حبيب، شو قصه مش المقلوبه؟ الدبكه. الدبكه بدها قاعده احط رجل على رجل. عندك تدبك وانت نص رجل؟ لا، بديش ادبك لك، انا ما قلت لك ادبك لك. طيب عشان احط رجل على رجل. صارك تضربني؟ لا والله، الله يسامحك يا الله يسامحك يا دكتور، الله يسامحك. هلا هم حلق معنا بالطياره، اذا ترى ما بعرفك من فوق قسما بالله، بحطك بزتك من المحيط الاطلسي طبعا. هذا بامكانه يوقع ابدا. شو العاد؟ الدبكه كيف تعلمتها؟ الدبكه. اوكي، بدك توقف يلا لا اشرح لك، انا اوقف لك واشرح لك وابلش. لا خليني هادي، لاني اذا بوقف بصير اتحرك وبعجقك. لا خليني مهدي. يلا خلينا اوكي. الدبكه يا سيد العزيز دوشنا. على راسي الدبكه. على الصف الثاني والثالث والرابع وانا صغير كنت اطلع، ما هو هسه ابوي الله يخلي لي اياه وما يحرمني منه. الصحة يا رب. بحبه. الله يحفظ لك. بحبه. اي لاف يو يابا. هذا البوسه للبنت مش لا البوسه للكاميرات. لا ابوي يعني. المهم كنت ابوي فاتح محلات، النجم الذهبي كان فاتح محلات للصوانات للاعراس والمناسبات يعني. فانا كنت اطلع مع ابوي لما يركب مهرجانات، كنت اطلع اي ايام زمان الدبيكه، وانا كنت هالقد صغير على الصف الثالث الرابع. والله كنت هالقد. طلع اقول لك هسه نكته صارت معي يعني بالدبكه هاي. راح نمد البرنامج للوحده تفضل. لا المهم على الصف الثالث والرابع والخامس تعلمت الدبكه يعني شوي شوي. كنت اطلع على الحفلات اطلع على الناس كيف تدبك وهذا وانا صغير، تعلمتها يعني الحمد لله لحالي. كنت اروح على البيت اجيب ايام الاشرطه يا عمار. والله ايام الاشرطه كنت احط شريط، اجيب شريط لدريس العلاري المطرب الفنان دريس العلاري، احط لي شريط اسمع الدقتاته واصير اتذكر لما العالم شو كانت تدك اتذكر، اصير ادبك زي هيك. بعديها بشوية مدت الأمور، صرت أطلع كل يوم حفلات. إيه؟ والله صرت أطلع أدبك وزال عن جد على الصف السادس والسابع. انسى يعني هي إيه فلتة. أيوة. يوم من الأيام أبوي حكى لي لا تروح على هاي الحفلة، وفي حفلات كان يمنعني يعني أبوي ما كان يعني كان يخاف علي عشان وحيده طبعا، أنا من بين خمس خوات وحيده من الشباب يعني. يوم من الايام صاروا يدوروا علي، ما كان معي تلفون، رحت على حفله. طبعا كان يطلع على مراكز يسال المراكز وين حفله ادريس العلاري اليوم، فرضا يحكوا له بالمكان الفلاني الفلاني الفلاني، يروح عليه المكان يصير يدور بالحفله يلاقيني يطجني قتله ويروحني. ابدا والله العظيم. انا عملها اكثر من مره، كان معارض اني ادبك، بعدين حبيت الدبكه ودبكتها وتعلمتها لحالي، والعالم لحالها لقبتني ملك الدبك. مع انه في عنا بالدبكه يعني تحياتي لكل الدبيكي في الاردن، في عنا دبيكي بالاردن ما شاء الله مبدعين كثير وانا بحترمهم كلياتهم، بس انا نفس الوقت الناس هي اللي طلعت علي الاسم ملك الدبكه وطلعت فيها ملك الدبكه. شوي شوي دخلت بالكوميديا، صرت اشكل. هسه اذا انت بني ادم بدك تفوت بمحتوى واحد الناس بتاكس عليك وخلص تقلب، لانه اخريتها تزهق. انت الناس هسه خصوصا الناس بدها شيء كوميديا، الناس بدها اياك انك انت يعني هسه العالم تحضر كورونا والعالم محضوره بالبيت، البني ادم هسه هاي الايام قرفان حاله زهقان عمره يعني بقول له كيفك، بقول له شو بدك يا زلمه روح. فعليا انا قاعد بحكي معك مثل هيك، انا والله العظيم يعني بكون متضايق امرات بالبيت بتكون صاير معي ظروف، بس بطلع على المسجات الانستغرام التيك توك ابو جابر وينك صورين نضحكنا ابو طب انا حقي برضه كابو جابر اني اريح نفسي وما اصور يوم، بس بقول لا انسى الهم وانسى الظروف اللي كانت معك واطلع صور وابسط متابعينك، بتعب كرمالهم كثير. قديش عندك متابعين؟ على الانستغرام 253 الف، التيك توك صار لي سبع اشهر عليه و923 الف وداخلين على المليون باذن الله من هان لنهايه شهر رمضان راح نكون واصلين لنهايه الحلقه.
ايش هو؟ نهايه الحلقه يجوز يوصل يمكن وصلوها هسه ترى شو قاعدين بيتابعون بيدعمون هم شو السؤال تبع الدبكه يا قيسي؟ وين راح؟ في سؤال اكثر شيء عملته بالدبكه او في نهفه صارت معك النهفه ايوه النهفه هي نفسها قلت لك عنها بتاعت ابوي راح طجني قتله روحني بعدين اقنعته قلت له يابا صرت اتعلم الدبك صرت ادبك صار يقول لي روح وانا بدبك معك في لي فيديو لي ولا ابوي تقدر تنط هسه اكيد بنط بس بدنا دقت ما يجوز ما اعرفش اتحرك لك هيك على الفاضي هسه نقوم ندبك انا وياك على التلفون التلفون جوا اخذوه مني اللي جوا عشان قالوا لي ممنوع هون تلفونات هون طبعا بوجه رساله للي اخذ مني التلفون ترى مبسوط انا بشوفتك والله انت والبنوتي بتول بالله عليك والله مبسوط بشوفتك بتعرف ليش؟ لانك مزيح وكوميدي وبتضحك فديتها فديتها معنا اتصال لو مساء الخير مين انا اسف قالوا لي في اتصال انا اسف انا فيش اتصال انا بمزح يا اخوان انا بمزح هو بس كمان يضحككم ترى بقول لكم ايدي هسه انا وياك واحد شو العاد مين معنا طيب؟ معناش حدا اساله كمان سؤال السؤال يقول قول شو خطتك المستقبليه تيك توك سناب شات شو بعدك ممكن تكون مطرب ولا تكون مذيع ولا ايش يعني كرمالنا يعني احنا بنتطور يعني انا حكيت لك كيف بدي اقول لك هسا انا بس اجي اصور مسكت التلفون ما بكون مخطط لإشي انه انا بدي احكيه لابسط المتابع يعني لحالك مسكت خلص هسا بمسك هسا بجيب لك تلفون بمسكه بطلع لك الفكره بالفيديو انه اخرته الفيديو يسعدك فهمت؟ ما بكون خبيله بالعفوية يعني أنا ما أخذها هيك بالعفوية إلا السكتشات اللي بجهزهم على الصفحة بكون كاتب لهم ديزاين إشي زي هيك طب لو جاك فرصة عمل ممثل أكيد هسا يلا نروح لا ما هو مش ملاخم السلافة استنى شوي أوكي براحتك يعني مسلسلات هسا برمضان بيعملوا كثير مسلسلات هسا في منهم مسلسلات بدوية مسلسلات مدنية يعني أنت وين 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 وجهتك للموضوع جد أنا بحكي مسلسلات سورية سورية ليه لانه قوي يعني مثل باب الحاره فيش حدا الا واحد فيش حدا بني ادم لبلا انت من اولها طيب تدرج شوي شوي طب درجات يا سيدي مسلسلات برضه اردنيه يعني الفكره موجوده انا منه علي انا لو بدي اقدم يعني مسلسل شيء مسلسل اردني يعني لابد منها عشان انا عايش بمنطقه بالبلد اللي انا عايش فيه طب اذا صح لك دور مسلسل بدوي يصير الشيخ او ابن الشيخ مثلا ايه بتحب بنت الجيران بحب بنت الجيران عادي ما عندك مشكلة عادي تحب كل بنات المهم تمثيل يعني انا قاعد بحكي معك تمثيل حتى على الواقع لا الواقع لا اتقال اتقال شوي اتقال طيب لو اقول لك تغني بغني لك اسمعك صوتي يا سلام اذا مسيد من غنى طقعت لحسن شاكوش بدون ما يلا غنى شو شو حاب تسمع مني اي شيء اللي منك عسل لا انا بحبش النكد يعني اغاني نكديه اوكي بدي اقول لك نبني كل شيء نغني مع بعض احنا الثلاث شو رايكم اذا مش فنانين انا اغني وانتم تزقفوا معه اوكي اوكي شو اغني لكم نغني حولك اغنيه ما انا براسي ألف اغنيه مش عارف اختار لك اردني سوري لبناني مصري اللي بدك اياه عراقي اوكي يا رب اتذكر اغنيه اتذكر اغنيه الفنان محمود دعجه بس يا اخي سناب ويلي ويلي على سناب ايوه فينا ما خلاش عجب هذا عامل ابن فرير هو شحاد لا لا هي الاغنيه هيك بتحكي ابعد خربت بس خربت الاغنيه على الاستاذ محمود الدعجه بالله كيف غنيت اهم شيء الاحساس على كل الاحوال على كل خلاص بدنا نخلص البرنامج هذا وصلت منين جبتوا لنا اياه مش عارف اقعد يا زلمه خلاص امبارح كان في سؤال للسوشيال ميديا اوكي ما هي اقدم عاصمه في التاريخ واليوم بدنا ناخذ الفائز دقيقه يلا تفضل خذ واحده طب انتو شو طاقة ما اديش طيب اقدم عاصمة في التاريخ كان سؤال يوم امس وهي دمشق الصحيح والفائز بيقول او مين الفائز يا احمد محمد المزين مين محمد المزين مزين مزين هذا طلع امبارح اول امبارح طيب نعيد وكمان واحدة خلص سحبنا سحبت خلص خلص جائزته نصيبه نصيبه نصيبك يا محمد نصيبه نصيبه محمد نصيبك يا محمد يمنى قبت رقب حرام تطلع مكثره على كل الاحوال اي صندوق تختار له لمحمد دار قوم انا يلا قوم اوكي يا زلمه قوم جاي تخطب عروس خلصنا لا بحب انه هيك اكون
بدي اغني وهيك اجرب. هادي بادي صلى النبي على هادي، والله ما بختار الا هادي. يلا افتح وطول الجائزة. ايش فيها شيء؟ لا فيها. يلا ها خلينا نشوف الجوائز. تحب؟ اوكي. اوه قيمة الجائزة كثير. استنى شوي. محمد شايفنا؟ تفضل. محمد مزين مبروك الجوائز، خصم 50% قيمتك بقيمة 350 دينار، خصم 50% من شركة أعمالكم والخدمات اللوجستية وعجلة تبييض أسنان من يد دكتور محمد الجهران، وأيضا قصص سشوار من صالون توني أند جاي الواقع في عبدول. شكرا محمد المزين. والسؤال ليومي غدا، السوشيال ميديا وين السؤال راح؟ من هو الذي كتب كتاب القانون في الطب؟ من هو الذي كتب كتاب القانون في الطب؟ إذا شاركوا اعتبار من هذه اللحظة لتفوزوا يوم غد بإذن الله تعالى بإحدى جوائزنا، بإحدى جوائزنا الموجودة ببرنامجنا تيك أوف وقناة A1 TV. كنا سعداء. طيب ليكون معنا الاتصال بعد قليل. بعدنا فنان محبوب، فنان عظيم، رح تسمع صوته كمان شوي. لكن سأعود إلى أحمد أبو جابر. أحمد الجابر ولا أحمد أبو جابر؟ أحمد الجابر. ليش بحكوا لي الجابر؟ نعم. على اسم عائلتي، فأنا بحبش حد يناديني بكلمة أحمد. فعليا اسمي أحمد. شو نسميه؟ أنا عائلتي الجابر. الجابر. فأنا عندي لقب إنه ينادوني بأبو الجابر على اسم العيلة. سيدي أحمد الجابر أبو الجابر، أنت زلم محترم. أنت حبيبي. كيف بالله عليك؟ الله يسعدك. الله يرزقك مليون ليره يا رجل. يا رب. اللهم اجمعين. راح اعطيك منهم. عنه طار. انت بتفقعني بلوك. اذا مستمرين واياكم في الدقائق المتبقيه من برنامجنا تيك اوف. سيكون معي على الهاتف، على الهاتف الان الفنان الكبير عصام كاريكا. مساء الخير اخي عصام. مساء الخير. يلا مساء الخير يا استاذ احمد. انا بسام الرقاد من برنامج تيك اوف من قناه اي 1 تي، ونحن الان على الهواء مباشره. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، كل سنه وانتم طيبين وشعب الاردن كله طيب. ازيك يا ملك؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله يا حبيب قلبي. عامل ايه برمضان يا عصام؟ والله يا رمضان زي كل المؤمنين والمسلمين اكيد يعني، ما فيش. لكن في ظل ظروف كورونا يا عصام. ظروف الكورونا ما عادنا في البيت اهو زي ما انت شايف. محجور ومحجوز. مصر ام الدنيا، والقاهره اكيد اجواءها تختلف تماما عن كل الدول العربيه في شهر رمضان المبارك. صف لنا اجواء رمضان في القاهره والمدن المصريه الاخرى. رمضان بقول لك في القاهره اجمل حاجه، انت عارف الحسين وخان الخليلي والحاجات الجميله اللي عندنا في مصر يعني. نعم. يعني اجواءكم لطيفه واجواء يعني قلت لك في القاهره تحديدا يعني اشياء جميله جدا يعني. اخي عصام يعني عامل الابندا برنامج يومي راح يطل ان شاء الله تعالى على جمهورك الاردني من خلال A1 TV. احكي لنا عن هذا البرنامج وتفاصيل البرنامج، مين الضيوف؟ اقول لك انا، هو برنامج انا عامله لمده هو 5 دقائق يعني، الحلقه 5 دقائق. نعم. في كواليس كتيرة موجودة في حياتي مع كل الفنانين. نعم. والكواليس دي مصورة، خدت بالك؟ فأنا بحكي عن الكواليس دي بالفيديوهات كلها. حلو. يعني بتلاقي الفنان محمد سعد وإحنا في الاستوديو بنعمل الأغاني، الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد السقاوي، كل ده بيبقى عندي كواليس بتكلم فيها، وبتكلم في شوية حاجات تانية يعني. هو البرنامج اسمه كاريكا عامل ألباندا، وألباندا أنا عندنا في مصر يعني دوشة وكل يوم موضوع. أنا كنت بدي أسألك عصام عن ألباندا، يعني هي لها كثير معاني عند الأتراك وعند الفرنسيين، ويعني ما بعرف لكن معناها عندك إيش هو؟ عندنا معناها إنها دوشة. أنت دوشة. عامل ألباندا وعامل هيصة وعامل ألباندا دوشة. نعم نعم. آه. طيب أخي عصام مشوارك الفني تعاملت مع العديد مع الفنانين، مين بتحب يعني تتعامل معهم؟ يعني في فنانين كثر اكيد يعني من خلال عملك، لكن لابد ان انت تختار او يعني قلبك يروح لشخص معين، من تحب من يعمل معك؟ والله انا تعاملت مع كلهم، بحب الفنان عمرو دياب قوي بتعامل معاه، وتعاملت معاه في غيره وهي عامله ايه دلوقتي. مثلا الفنان محمد هنيدي في معظم افلامه انا اللي بعملها. حلو. الفنان هاني شاكر، الفنان محمود، يعني كلهم ناس عملت معهم حاجات ودينا كواليس حلوه مع بعض بعرضها في البرنامج اللي هو كاريكا. جميل.
يعني احنا متمنين نشوفك بعمان اكيد يعني خلال شهر رمضان المبارك او يعني بعد شهر رمضان من خلال الخطوط الاردنيه للطيران. ضيف معزز مكرم يا هلا ومرحبا بك. الله يخليك يا رب. اول يوم اول يوم صديقي راح نعزمك على منسف اردني. يعني لازم المنسف وفي اجمل من المنسف اللي عندكم حاجه جميله. خلاص لك عندنا عزومه منسف اول ما تهبط الاردنيه للطيران بعمان ان شاء الله تعالى. منه باذن الله ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. والاستاذ احمد الجابر هو فنان كوميدي اردني بيقول المنسف علي وعليك بالنص يعني. تسلم عليه بقى اول بسهوله كمان. الله يخليكم. شكرا الفنان العظيم اخونا عصام من جمهوريه مصر العربيه. تحياتي لك وكل عام وانت بالف خير يا سيدي. شكرا ميرسي اول. تحياتي لك. كنا وياكم على مدار ساعه يعني. شكرا الاستاذ احمد الجابر. اهلا وسهلا. افضيت نوع من المرح والبسمه واحنا مبسوطين فيه. وانا اكثر والله. انا احنا اسفين ان اتمزح احنا معك. لا الله يسا انا اكثر بني ادم بستقبل مزح. خلاص انا بحكي. خلاص ما انت بتقول اسف بحبش عادي تاسف. شكرا احمد. أهلا شرفتنا. شكرا بتول. شكرا كثير. وصلنا لنهايه البرنامج. القاكم بعون الله تعالى يوم غد في تمام الساعه 11 مساء. الى ذلك الحين هذه تحيه. سلام الله عليكم وعليكم وبركاته. السلام عليكم.